أنا مأذون في ولايتي يطلب مني الشيعة العوام أن أعقد له، وإذا رفضت يقولون ما السبب، نحن كفار، هل لي أن أعقد لهم؟ أعقد لهم على الكتاب والسنة، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم. هذا مع أهل الكتاب اللي هم يعني أشد ضلالا وأشد كفرا من المبتدعة المنتسبين إلى القبلة في الجملة. فعلى كل حال لا حرج أن تعقد لهم عقدا على وفاق الكتاب والسنة، ولولا أن هؤلاء من العوام لا يفهمون تشيعهم ما جاءوا إليك، لأن لهم مرجعياتهم الشيعية التي تعقد لهم، ولو كانوا على قدر من التنور الشيعي ما قبلوا بعقد إمام سني يعقد لهم. على كل حال أرجو أن يكون الأمر فيما ذكرت واسعا، أن تؤدي عمل مشروعا تعقد بين اثنين في زواج مشروع على الكتاب والسنة، ما دمت لا تعلم عن أحد منهم ناقضا بعينه من نواقض الإسلام. يعني إذا كنت تعلم عن الزوج أنه ممن يطعن في أمنا عائشة أو يقول بتحريف القرآن أو عن الزوجة، فهذا بعينه مرتد فلا أعقد له. أما ما وراء هذا من البدع المغلظة حسابه أصحابه على الله، لا سيما من العوام الذين قد لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً.